الولية ولا الولية اللي أبوها شيخ وشيخ كبير، قالت لي بوي والله أنا مستعجبة، ما يخشوا عليك سنين متعاركين إلا يطلعوا متصالحين، فيش تدير لهم أنت؟ بلك تصحر فيه، فيش تدير لهم أنت؟ ناس يخشوا حاصلين في بعضهم ويطلعوا متراضين. هذا يعني الحديث بلا معنى السفاهة وحشاكم السفاهة يقولوا بادية. نبو ناخذ الشاهد في القصة، فعلا القصة هذه حدثت وقالتها البنت هذه، قالت البوها قالت لي أبوي يخشوا عليك اثنين يطلعوا متصالحين فيش الدغنم. قال لها لا نقول لك يا بنيتي، قال لها مبحت العقل فيه منحملة، العقل وين فيه منشيلة، صاحب العقل يشيل. وهذه لها معاني كثيرة، صاحب العقل دائما شيل، دائما شيل ولا يمل ولا يكل. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى لما يعطي واحد عنده كبرة عقل ووسعة بال. وما يلقاها إلا الذين صبروا. أيوة. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ونعم بالله، شفت؟ ونعم بالله. هذه هي اللي قايلها الرجل بلهجة بلادنا، صاحب العقل يشيل. نعم. الطرفة في القصة قالت لي ياتي بي وكون جوكم اثنين هبل كيف يصير في الها رويتين؟ طبعا الإجابة بدا الها رويتين. في رواية قالوا طلع لها موس وقال لها يجي الكيد على هذا، بحيث هو يشيل الموضوع، يذبح يذبح ويغدي ويوكل ويرضي هذا ويرضي هذا وتنتهي القصة. هذه رواية، هذه رواية. وفي رواية قال هذا وين زرط بوك، ولعل قريبات من بعض اللي جيت لف المعلة تلقاها قريبات.